أهلا بكم. بعد مضي عدة شهور على تشكيل حكومة السودان، تتراكم العديد من الظروف والأسباب التي من شأنها أن تدفع بالعراق إلى مشهد التظاهرات الشعبية العارمة مجددا بسبب استمرار الأوضاع على ذات الوتيرة والمعالجات غير المقنعة للرأي العام في العراق، كما يقول المراقبون، خاصة في قضايا مثل تحسين المستوى المعاشي والحد من نسب البطالة وسوء الأداء المؤسساتي وتجذر الفساد الحكومي ونهب المال العام، وأن إجراءات السودان في مكافحة الفساد الحالية هي إجراءات تسكينية مؤقتة وليست معالجات جذرية حقيقية، وأنها قد تؤجل الانفجار الشعبي القادم لكنها لن توقفه على أي حال وفق العديد من المراكز البحثية. كما نسلط الضوء مع ضيف هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، على حملة التضامن والإغاثة التي دشنتها الهيئة مع لمؤازرة والتخفيف مع من منكوبي زلزال تركيا وسوريا وأسبوع القدس العالمي. ضيفنا في هذه الحلقة الخاصة من طاولة حوار دكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بك دكتور معنا. أهلا ومرحبا، حياكم الله، وتحياتي لجميع الأخوة مشاهدي قناة الرافدين. أهلا وسهلا. بعد الفاصل نبدأ النقاش مع ضيف حلقتنا الخاصة الدكتور مثنى حارث الضاري. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي نستضيف فيها الدكتور مثنى حارث الضاري، مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، نحاوره عن تطورات المشهد في العراق مع استمرار الأزمات المزمنة والمعالجات العقيمة وغير المقنعة، وكذلك نعرج على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا وأسبوع القدس العالم. دكتور، هذه الأزمة المستمرة في العراق منذ عام 2003 متعددة الرؤوس والمستويات، وخاصة في طبعا بعدها السياسي، هناك من يقول هي الأزمة الأخيرة في عمر النظام السياسي الذي هو في طور الاحتضار، وهناك من يقول أن هذه أزمة عابرة ستمر كما مرت الأزمات السابقة في العراق خلال 20 عام الماضية، والنظام باقي على الرغم من كونه نظاما معتلا مريضا لكنه يتنفس. أي المقاربتين أقرب إلى الواقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعله المزج بين الرؤيتين هو المناسب، بمعنى أن هذا النظام منذ ولادته بعد الاحتلال محمل بالمشاكل والمعضلات والدورات المتعددة من الكوارث التي حاقت بالعراق وما زالت تحيق، وقد ينظر بعضهم فيقول هي آخر هذه الدورات نظرا لما يشاهده ويعاينه من واقع سيء الآن إلى أقصى الحدود، ومن ظهور ظواهر جديدة لم تكن معهودة في مراحل سابقة، وكأن النظام السياسي القائم في العراق في مرحلته هذه قد جمع كل السوء في المراحل السابقة، فينظر له من هذا الجانب على أنه لا يمكن تصور حالة أسوأ من هذه الحالة، لكن يمكن القول بأنه لا، هكذا نظام أوصلنا لهكذا أوضاع غير موجودة في الذهن بتاتا. يعني القوى المناهضة للاحتلال منذ البداية استشرفت مشاكل كبيرة جدا وقالت بأن هناك أمور لا تخطر في البال وهي تحصل، فمن جانب آخر يمكن القول بأنه لن تكون الأزمة الأخيرة، لأنه هناك من يحاول إطالة أمد هذا النظام السياسي بكل صورة من الصور على الرغم من كل الفشل الحائق به، ولكن ممكن تقريب الصورة إلى أنه قد تكون هذه المشاكل هي المؤذنة بنهاية هذا النظام السياسي إن لم يتدارك بطريقة ما وفق المعادلات المعروفة الدولية والإقليمية. نعم دكتور، في السابق ربما النظام كان يتشارك مع ميليشيات بصورة أو بأخرى، الميليشيات الآن الموجودة أو الإطار التنسيقي، الإطار الشيعي الذي يمثل الميليشيات، ميليشيا الحشد هو من يهيمن على الدولة بالكامل
بيده كل شيء والسلاح بيده وتفرد بالدولة في العراق وأزاح بقية الخصوم حتى الميليشيات الأقل عنفا، يعني تيار الصدر وميليشيا جيش المهدي، هل هذا سيتيح له المضي بالنظام وإنقاذه باعتبار كل شيء له ولا مشاركين معه في هذه في إدارة الدولة بعد عام 2003؟ لا أبدا، يعني هو مقتل هذا النظام السياسي في هذه الجزئية، أنه الإطار، وأنا أقول هنا الإطار التنسيقي الذي يدعي تمثيل الشيعة في العراق، وهو حقيقة يعني في الحقيقة بريء من الشيعة ومن العراقيين جميعا، هو لا يمثل الشيعة كمكون، لم يكن باختيارهم ولا بإرادتهم، وإن دخلوا انتخابات وشاركوا فيها ولكنهم نزعوا منه الشرعية في الانتخابات الأخيرة والتي قبلها. الآن هناك توجه عام للابتعاد عن هذه الأحزاب، وإن كانت تمثل أو تحاول أن تتقرب إلى شرائح ومكونات عراقية بدواعي المذهبية ودواعي غيرها، لكن حقيقة الإطار التنسيقي الآن يمثل القوى الملتصقة التصاقا مباشرا بإيران، والتي تنفذ المخطط الإيراني في العراق وفي المنطقة، وإلا هناك قوى أخرى أمامها، ذكرت أنت إحدى هذه القوى، هي تختلف مع هذا الإطار، وهي أيضا تدعي تمثيل المكون الشيعي. أنا أزعم الآن بأن هناك فارق أو فاصل أو مسافة بين الأحزاب التي تدعي ذلك وبين واقع الشعب، والحالة كذلك منسحبة على المكونات الأخرى. فالآن الإطار حتى وإن كانت كل القوى بيده وأصبح النظام متوحدا بيده وتم إقصاء خصم ومنافس مباشر وهو التيار الصدري، إلى أنه لن يستطيع أن يحافظ على هذا النظام، ونقلت إلا بإرادات دولية وإقليمية يعني خارجية، فيحتاج حبل يعني يحتاج إلى حبل من الناس من أجل أن يبقى على سدة الحكم، وهذا الحبل ممدود إلى الآن، نعم فيه نوع من الارتخاء ولكنه غير مشدود إلى مرحلة معينة مرتبطة كما قلنا ونقول دائما بالصراع أو الخلاف الأمريكي الإيراني، أيضا الملفات الموجودة في المنطقة وتأثيرات المشاكل الدولية والإقليمية، ولا سيما المشكلة الأوكرانية والصراع الأمريكي الصيني وما إلى ذلك، قضايا كثيرة جدا ألقت بظلالها على الملف العراقي. لذلك هذه الحكومة هي وليدة مشكلة، وليدة انتخابات نستطيع أن نقول بكل وضوح لا تمثل العراقيين، ونسبة المقاطعة فيها النسبة الأكبر في تاريخ العراق بعد الاحتلال، وهي ولدت يعني من رحم أكثر من سنة وبتدخلات من هنا وهناك وترضيات وإقصاءات، وصلت إلى طريق مسدود لولا أن حسم الأمر بالقوة وتم إبعاد التيار الصدري، سواء كانت هذه القوة ظاهرة أو غير ظاهرة. فإذا مع هذا التوحد الميليشياوي في النقل بالقوى الممثلة للإطار، وأنها أصبحت الآن هي التي تحكم في المشهد وليست هي التي تحكم، سابقا كانت تحكم ولكن كان هناك طرف ما في رئاسة الوزراء يدعم من جهات أخرى يحاول كما هو معلن ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا، يعني كان هناك حكم من خلف الستار، الآن الحكم لا، أزيح الستار بشكل كامل، وها هو الإطار يطرح أفكار ويطرح رؤى ويطرح خطته التي أوهم العالم بأنه سيحقق من خلاله للعراقيين ما لم يحقق سابقا. وإلى الآن إذا تلاحظ بأن هناك محاولات دولية وإقليمية وعربية محمومة جدا لتلميع صورة النظام، ولكن إلى متى؟ نعم دكتور، هناك من المراقبين وربما يعني قريبين من الحكومة كأنهم تفاجأوا أن حكومة السودان التي قدمت تعهدات كبيرة بتحسين المستوى المعاشي بمكافحة الفساد، قامت طبعا بإجراءات بالقبض على فاسدين، إزاحة مسؤولين حكوميين، كأنه الآن بعد 4 أشهر على ولاية هذه الحكومة كأنه مصدوم أو متفاجئ أن الحكومة لم تنجح في إنفاذ أي من هذه الوعود الكبيرة التي قطعتها على نفسها. هل كان متوقعا أن حكومة السودان ستنجح في هذه الملفات الكبرى، فساد حكومي، معالجة قضايا المستوى المعاشي، فقر، الحد من نسب البطالة، كان مأمولا، كان متوقعا أن تنجح؟ أبدا،
وهذا الحديث يعني ليس جديدا علينا، نحن قلناه في بيان المتعلق بالحكومه، وقلناه في التقرير السياسي الدوري الاخير للقسم السياسي في الهيئه، وقلناه في حوارات عديده، وقاله كثيرون. ليس متصورا لا بالموازين السياسيه ولا بالموازين الواقعيه على الارض انه يمكن لرئيس وزراء مهما اوتي من قوه وذكاء وخبره، وهذه بالمناسبه ليست موجوده في السيد محمد الشيوعي السوداني كما اشيع حوله وكما لمعت صورته قبل أن يستلم منصب رئيس الوزراء، ولكن فلنفترض ذلك، يمتلك كل المؤهلات اللازمة لذلك، لكن سيحكم بمن؟ سيقود من؟ سيدير من؟ بأي نظام سيتصرف؟ هل لديه القدرة على إبعاد كل هذه الأطراف التي تشاكس وتشاغب وتشارك في الحكم؟ هل لديه القوة على إنفاذ كل الأفكار التي يريدها وإبعاد الفاسدين؟ وطبعا هنا أتكلم كله بين قوسين على افتراض، أفترض بأنه في الطرف الآخر يريد أن يفعل ذلك حقيقة، لا يدخل في النيات، ولكن فلنتكلم عن موضوع المعلن من السياسات. كيف يمكن له أن يفعل ذلك وهؤلاء جميعا؟ أولا الفشل هو حصيلة سياسات القوى السياسية المهيمنة على الحكم وهي قدمت الإطار اللي هو مرشحه، هذا واحد. ثانيا الفساد الذي يعم العراق سياسيا واقتصاديا واداريا وفي كل المجالات، من يرعاه؟ من يحميه؟ من يديره؟ ليست هي الميليشيات المنضويه تحت خيمه الاطار التنسيقي؟ فكيف يمكن لممثل الاطار التنسيقي ان يقوم بالتصدي لقوى الاطار التنسيقي؟ فاذا هي المعادله غير منطقيه وغير عقليه وغير ممكنه وغير ممكن تطبيقها على الارض منذ البدايه، ولكن تم يعني ترويجه وحملة علاقات عامة كبيرة جدا لإظهار بأنه سيقضي على الفساد، وصدرت عشرات القرارات، ولكن نحن الآن ثلث سنة 4 أشهر، أين النتيجة؟ أين الواقع؟ فليرني السيد محمد الشيعي السوداني أو غيره إنجاز كبير للحكومة قامت به فعلا، اللجان التحقيقية اللي شكلت، الشخصيات التي أبعدت، أنا جاوب أصحاب دكتور الأموال السرقية. أقدر أجاوب مكان السوداني، السوداني نعم. راح اجاوب مكان السوداني. السوداني قام بحمله كبيره ضد الفساد، ارجع نعم. مليارات الدنانير والدولارات من اموال نهبت من المال العام، القي القبض على مسؤولين فاسدين سابقين، ازيحوا من الخدمه مسؤولين مدنيين وعسكريين، وهو لا زال في ال4 أشهر الاولى. طيب أنا ما أريد منه إعجاز، أنا لو كان الأمر لي على سبيل المثال لن أضع له ال100 يوم اللي وضعها فلان ولا نعم. 3 أشهر، لأنه هكذا واقع. سنة ما راح تكفي، سنتين ما تكفي، 3 سنوات إذا أردنا أن نحتكم إلى المنطق وإلى الواقع وإلى العقل. هذه التركة من الخراب على مدى 20 سنة تحتاج إلى سنوات، إلى دورة انتخابية ودورتين وثلاثة إن كانت هناك جدية في العمل نعم. لمراكمة الإنجازات. لكني أقول كل هذا أعلن، لكن واقع الحال هؤلاء الذين أبعدوا، هؤلاء الذين سجنوا، أين هم الآن؟ هل هم فعلا أبعدوا بقوة؟ هل سجنوا حقيقة؟ كم واحد سمح له بالهرب؟ ثم هذه الأموال التي استرجعت، هل حقيقة استرجعت؟ طيب لما استرجع أموال، الأصل بأن أحافظ على هذه الأموال وأراكم عليها وأبدأ بالاسترجاع، مو أسترجع أموال وأفقد أموال أخرى. ومهزلة الدولار معروفة، يعني 200 مليون دولار يوميا البنك المركزي العراقي، يعني قرابة 4.5 مليارات عراقي تنهب وتسرق، أين تذهب؟ والمشكلة معروفة الآن أصبحت واضحة وظاهرة، وتهريب العملة إلى إيران. فأنا أسوي حملة بروباغاندا مثل ما سووها سابقا زي الاتحاد السوفيتي والناس تقول ما شاء الله وغيره، ولقيت القبض على فلان وفلتان، ولكن بنفس الوقت مستمر على إرسال الأموال لإيران. دع كل هذا جانبا، هل يحس المواطن العراقي بصدى لهذه الإجراءات؟ هل أثرت هذه على معيشته أم أثرت بالسلب؟ بالعكس، الآن المواطن يعاني بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، انخفاض قيمة الدينار العراقي وتضرر غالبية العراقيين، ولا سيما الذين لا يستلمون رواتب، بل حتى الذين يستلمون رواتب الأمور أيضا فرقت عليهم. فإذا هناك انهيار في أساسيات الحياة للمواطن العراقي، ويأتي من يدافع عن السوداني، أو يأتي السودان يدافع بلسان حاله ومقاله عن أنه أنا حققت إنجازات. الأصل أن هذه الإنجازات تقاس، هل هي فعلا إنجازات حقيقية ذات مخرجات حقيقية ذات نهايات حقيقية، أوقفت عجلة الفساد الدائرة، أم يصلح هنا والخراب يتوسع في جانب آخر وما إلى ذلك؟ إذن
المحصلة أن هذه الحكومة كما توقعنا وكما توقع كثيرون لم تغير شيئا ولن تستطيع أن تغير شيئا مما هو موجود على واقع الآن، لم تفاقمه، وهذا ما حصل. من كان في خلده، من كان في باله أنه سنصل إلى هذه المرحلة فيما يتعلق بقيمة الدينار العراقي اللي صار سنوات كثيرة، طبعا نحن نقول أنه هو منهار، لا توجد حياة اقتصادية سنتحدث عن هذه النقطة حقيقية في دكتور، العراق. نتحدث عن نعم. قضية أزمة الدولار، لكن من نقطة في نقطة أنه هذه الحكومة لا يتوقع منها شيء، هذه الحكومة دكتور كيف يمكن أيضا النظر أو تفسير هذا الانفتاح على دول العالم، الزيارات التي يقوم بها رئيس الحكومة الحالية، عقد اتفاقات مع كبريات الشركات في العالم سيمنز، جنرال إلكتريك، وفتح آفاق للاستثمار. هذه الحكومة يبدو هناك من يريد أن يوفر لها شيء، لماذا لا تنجح إذا كل هذا الدعم والحشد وراءها إقليميا ودوليا طبعا؟ نعم، أولا أنا ذكرت بأن هذا الحشد الدولي والإقليمي والعربي يراد منه تثبيت حالة، وهي أنه هناك تغيير، ما تغيير ما في العراق، وأن هناك حكومة متفق عليها، وأن هناك رئيس لأول مرة، هكذا لأول مرة تصور هكذا، من أبناء الداخل، وكأنه إذا أصبح من أبناء الداخل راح يحل المشكلة، وكأن المشكلة أبناء داخل وخارج، وأن رئيس وزراء ليست عليه ملاحظات فساد وغيره كما هي موجودة على الآخرين، هذا كشخص، أما بالجملة فهو وليد هذه البيئة كما تحدثنا. فإذا هناك حملة دولية وإقليمية للترويج لهذه الحكومة وإظهارها بهذا المظهر، لكن هذا ليس جديدا علينا، تعودنا على حكومات كثيرة سابقا جرى معها نفس الذي جرى، العبادي جرى معه مثل هذا، الكاظمي جرى معه أضعاف ما جرى إلى الآن، الآن السوداني يجري معه ذلك، ويذهب إلى مؤتمرات وحملة إعلامية معه في الذهاب والمجيء واللقاء بشخصيات كبيرة جدا، ويزور رؤساء حكومات ويتقابل مع رؤساء دول ويوقع اتفاقات، لكن علينا بالنتيجة، هذه الاتفاقات لم يوقعها غيره قبل ذلك، ما هي مخرجاتها؟ هل ستطبق حقيقة؟ إذا لاحظت قبل أيام زيارة وزير الخارجية إلى أمريكا ومع وفد كبير، البيان الصادر من الطرفين بيان اقتصادي بحت، لم يتطرق إلى أي جانب سياسي، مع أن رئيس الوفد وزير خارجية، هذه فيه إشارة إلى أن هناك مشكلة في الجانب السياسي، نعم، في العلاقة السياسية بين أمريكا وبين الحكومة، وهذا يتناقض مع موضوع الدعم. أما تعهدت أمريكا وتعاونت واتفقت، تفاهمت مع الطرف العراقي واتفقت، إذا لاحظت البيان الرئاسي الصادر كله يتحدث عن قضايا اقتصادية لا تؤثر على واقع الحال في العراق من الناحية السياسية. فإذا هذا يعني خلينا نقول عرس 4 أشهر، عرس، وقال هذا العرس راح ينتهي وترجع الأمور إلى ما كانت عليها، وتبدي ملاحظات الفشل والخطأ وأنه أخطأنا في التعويل على فلان، لأنه إلى الآن ليست هناك انتقالة كبيرة واضحة جدا في الوعود التي أطلقها، اللهم إلا إعادة، أقول إعادة تبليط شارع طوله 14 كيلومتر اللي يظهر كأنه إنجاز كبير جدا، وكأنه واجب رئيس الوزراء هو تبليط الشوارع فقط، ويا ريت كان الشارع هذا بأطول من هذا الطول، أو أنه حلت مشكلة الطرق في العراق أو جزء منها، أو حلت مشكلة الكهرباء اللي هي المشكلة المزمنة في العراق وما إلى ذلك. نعم دكتور، قبل أن نمضي في مناقشة القضايا النقاط، القضايا والنقاط السياسية، الحقيقة هناك يعني معطى أمني فرض نفسه، وهو ما جرى في الطارمية وهذه الدعوات والحملات والأصوات التي تتصاعد مع كل خرق أمني بتهجير الطارمية، بتجريف الطارمية، باستنساخ تجربة جرف الصخر في الطارمية وفي طبعا بقية أحزمة بغداد. هل القضية فعلا مشكلة أمنية عصية على المعالجة، أم أن ثمة مخطط ديموغرافي يجب أن يمضي، يراد له أن يمضي في الطارمية كما هو ماض في جرف الصخر؟ من جانب أن هناك مشكلة أمنية، هناك مشكلة أمنية، فما يسمى بالجيش لا يستطيع حقيقة بهذه الطريقة، بهذه التركيبة، بهذه العقيدة، بهذا اللملوم، خلينا نقولها بصراحة، فضلا عن مشاكسة
الميليشيات له والحشد الشعبي تحديدا. الآن هناك يعني جيشان في العراق، هناك جهتان تتحكمان في الموضوع الأمني، وهناك نوع من الصراع الذي يجري بينهما بخلاف الصورة التي يراد لها أن تظهر. فالمشكلة الأمنية مستمرة في العراق، ولكن كمشكلات أمنية محلية صغيرة مثل هذه المشكلة لا. إذا كان هم في الطارمية شمال بغداد لا يستطيعون التعامل مع مشكلة أمنية، هذا إذا لم يختلقوا هذه المشاكل أو يسهلوا لمن قام بها القيام بها لأمر ما. فإذا كان محيط بغداد لا يستطيعون حمايته كما يقولون، فما بالك بباقي أجزاء العراق. ثم هذه المشاكل تحصل في أماكن كثيرة جدا ويغض النظر عنها، تحدث جرائم أكبر من هذه تقوم بها عصابات، مجموعات إرهابية تقوم بها، حتى مجموعات حشدية يقوم بها الجيش، ومع ذلك يغض النظر عنها لأنها ترتكب في أماكن أو تجاه أشخاص أو جهات معينة لا تهتم بها ولا تعتني بالحكومة. لكن الهدف ديموغرافي. بالنسبة للطارمية هذه النغمة نسمعها في كل مرة يحدث فيها خلل أمني. طيب إذا حدث خلل أمني في الطارمية تجرف بساتين الطارمية، حدث أمني في أبو غريب تجرف أراضي أبو غريب ويستولى عليها، حدث أمني جنوب بغداد أيضا تجرف أراضي اليوسفية والمحمودية ويهجر أهل منه، وهكذا في شرق بغداد وغيره. هل هي هذه المعالجات؟ هل هي هذه دولة تحترم نفسها تعالج الأمور بهذه الطريقة، أم أن هناك شيء ما؟ الشيء ما موجود. والتغيير الديموغرافي، وانظر الآن كمثال لأبو غريب ومحاولات الاستيلاء فعليا على أراضيها وتغيير جنس الأرض والسيطرة على كثير من المساحات واقتلاع أهلها منها وإنشاء، يعني يستفيد منها النظام بحالتين، الحالة الأولى يستفيد ماديا عندما يغير جنس الأرض ويحولها من زراعية إلى استثمارية ثم يبني فيها مجمعات، يستفيد ماديا أضعاف قيمة الأرض، ثم بعد ذلك يسكن فيها ما يريد أن يسكنه من يسمون يعني ضحايا الحشد وما إلى ذلك. وهكذا تنشأ هذه البؤر في داخل المناطق المحيطة ببغداد لتغيير بيئة هذه المناطق. بالمناسبة حزام بغداد فيه قبائل عربية سنية وشيعية منذ قرون هي في هذه المنطقة، فالمشكلة ليست طائفية فقط وإنما مشكلة عامة، لأن التهجير لم يطل السنة فقط وإنما طال أيضا الشيعة، وإن كانت نسبة السنة أكبر بحكم التركيبة السكانية في حزام بغداد. فإذا هناك أهداف أبعد من هذا نعم. الأمر، وإلا التوسع هذا، هناك مناطق كبيرة جدا في بغداد فارغة يمكن الاستثمار فيها، هناك مناطق أخرى المخططات التخطيط العمراني لبغداد أو لأي مدينة في العالم تفترض عندما تكون المدينة كبيرة بأنه تنشأ مستعمرات سكانية أو مجمعات تجمعات سكانية خارج المدينة بعيدا عنها تصبح أشبه بالضواحي، بينما الحالة اللي قاعد تجري الآن بأن هناك محاولة تمدد، بل هو تمدد، بغداد كبيرة جدا من أكبر مدن العالم الآن وهي تتمدد يوميا وتمتلئ بالعشوائيات، حتى أصبحت الآن بغداد أشبه بعشوائية كبيرة جدا. فهناك أهداف مادية، أهداف للابتزاز، أهداف للكسب المال بطريقة أخرى وتعزيز قوة الميليشيات والقوى السياسية الحاكمة، فضلا عن البعد الأساسي والهدف الأساسي هو التغيير الديموغرافي. نعم دكتور، أيضا ثمة مراقبون الحقيقة يتحدثون في قراءتهم للمشهد في العراق، يتحدثون عن مراكمة أو تراكم أسباب وظروف الحقيقة تدفع الوضع باتجاه انفجار شعبي على غرار تظاهرات إشباط وتظاهرات يعني تشرين. ترى فعلا أن هناك ظروفا في طور المراكمة والتجمع للوصول إلى نقطة انفجار شعبية جديدة؟ هذا غير مستبعد، لأنه هكذا ضغط لابد أنه يعني يتم التنفيس عنه بطريقة أخرى، يعني الشعب يتحمل ويتحمل ويتحمل ثم ينفجر، فهذا الأمر من الناحية النظرية ممكن. أما من الناحية العملية فوجهة نظري الخاصة قد أختلف مع آخرين، بأنه تم وضع محددات وآليات ووسائل تعتمد أسلوب التعامل المباشر والإبادة المباشر لكل صوت يظهر. ولذلك عندما تسمعون عن الجرائم التي تحدث يوميا والابتزازات والاعتقالات والاغتيالات وما إلى ذلك، هذه كلها حملات استباقية لإخماد أي روح للانتفاضة شبابية كانت أو غير شبابية.
وأتمنى أن أكون مخطئا، ولكن هذا الواقع تم اتخاذ كل الإجراءات لقمع هذه. لذلك هذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى وعي وإدراك من القوى الوطنية جميعا، إدراك من جميع فئات الشعب العراقي أن أي انتفاضة لابد أن تكون عامة كاملة شاملة تتجاوز كل الأبعاد الموجودة في العراق حتى تؤتي ثمرتها، يعني كما حدث في انتفاضة شباط 14 محافظة من مجموع 18 محافظة عراقية ثارت. أما الاقتصار على محافظتين ثلاثة أربعة أو ساحة التحرير وتسندها بعض التجمعات هنا وهناك، لا أعتقد أنها ستكون مجدية، خصوصا أن النظام السياسي ارتكب جريمة كبيرة جدا في عهد عادل عبد المهدي وقتل قرابة 1000 من المتظاهرين، وإلى الآن نعم لم يحاسب لم يساءل لا في زمن الكاظمي ولا حتى في هذا الزمن، وإلى الآن هذه الأعداد تزداد يوميا يوم بعد يوم بعد يوم، بل وصل الأمر حتى الإنكار على قضايا خاصة، على سبيل المثال الناشط البيئي الذي أفرج عنه بالأمس ورجع إلى هور الأسدي التبايش، جاسم ما أفرج الأسدي عنه إلا بعد اشتراطات بعدم التطرق إلى موضوع من اختطفه وضغط عليه من أجل أن لا يتكلم. فإذا هناك أساليب كثيرة جدا تستعملها الأدوات الإيرانية والأدوات التابعة لها لإجهاض أي تجربة من بتوقيت استباق استفادة من الخبرة في التعامل مع الانتفاضات السابقة. نكمل في هذه النقطة دكتور بعد الاستئذان من ضيفنا ومن المشاهدين الكرام، لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة الخاصة من طاولة حوار مع الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. نظام انقلابي دكتاتوري بحت أتى بقوة السلاح، استولى انقلب على الدستور وخالف القانون واستولى على البلاد. حتى اللحظة تنطوي سبع حركات تحت لواءات صيغية المعارضة الشادية، من ضمنها حركة الاتحاد الوطني للتغيير، حركة المقاومة الوطنية، حركة الشباب وغيرها من الحركات. على ذكركم للتحالفات، تفكرون مستقبلا بعقد تحالفات ما سواء مع الصين، مع روسيا، مع تركيا التي أصبحت لاعبا مهما في أفريقيا في السنوات الأخيرة؟ طبعا بطبيعة الحال هو المجتمع التشادي مبني على القبلية أكثر من الوطنية، لكن نحن نحاول أن نستخدم القبيلة لهزيمة القبلية، ونستخدم العنصر لهزيمة العنصرية، ونستخدم الجهة لهزيمة الجهوية. محمد أبو بكر موسى رئيس تنسيقية المعارضة التشادية في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار. ضيف هذه الحلقة الخاصة الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. دكتور، في كل الحركات الشعبية من تظاهرات 2011 يعني ثورة شباط والحركات السابقة وصولا إلى ثورة تشرين، على الرغم مما قدمته من تضحيات جسام ودماء وثمن باهظ كبير، لكن مع ذلك هذه الحركات لا تصل، على الرغم من ذروة كبيرة تصلها، لكن لا تصل إلى نقطة أو عتبة تغيير حقيقي. أين الخلل؟ الخلل ليس فيها، وإنما الخلل في أن الحالة في العراق ليست طبيعية، هي ليست نظام سياسي في مقابله قوى مناهضة ومعارضة تعتمد خيارات العمل السياسي مختلف درجاته ومن ضمنها الانتفاضات الشعبية لمحاولة الضغط على نظام الحكم لتغيير سياساته أو لإجراء الإصلاحات والتغييرات الممكنة، أو بالنتيجة الوصول إلى طريق مسدود ومن ثم تغيير النظام بطريقة أو أخرى. هذا غير موجود في العراق، وهذا الأمر ليس جديدا وتحدثنا عنه كثيرا في لقاءاتنا وحواراتنا. القضية في العراق تختلف تمام الاختلاف، العراق بلد محتل والاحتلال في العراق مزدوج، احتلال مركب أمريكي ثم إيراني، وهناك قوى دولية وإقليمية في مقدمتها أمريكا وإيران فضلا عن
دول للأسف يعني عربية وغير ذلك تمسك بهذا النظام وتدعم هذا النظام وتسعى لاستمرار هذا النظام بكل صورة ممكنة. حين ذاك لا يكون للتغييرات أو للانتفاضات والمحاولات الشعبية وتحركات القوى السياسية أي تأثير سوى في الضغط على هذا النظام وتوعية الشعب. أما آليات التغيير فغير ممكنة جدا لأنه تصنف على أنها تحركات ضد نظام سياسي معترف به دوليا وإقليميا، والدليل على ذلك أنه تم كما قلنا قبل قليل قبل الفاصل استعملت القوة في التصدي لهذه التظاهرات السلمية وأريق الدماء كثيرة قد تعادل ما أريق في عشرات الدول في مثل هكذا حالات ولم يجري أي شيء لهذا النظام. فالنظام مرعي دوليا ومحمي إقليميا ولا يمكن تغييره بالوسائل السياسية المحمودة. نعم دكتور، في نقطة أجلناها كنت قد أشرت إلها وهو أزمة الدولار وسعر الصرف في الدينار وهذا الإشغال الرأي العام، رفع سعر الصرف خفض سعر الصرف، البنك المركزي يبيع لا يبيع، منصات وما إلى ذلك. تعتقد مشكلة أزمة موجودة يعني الطبقة السياسية الحكومة غير قادرة على معالجة، شيء من التخبط والعشوائية والجهل، وهناك من يتحدث الحقيقة على أنها أزمة مفتعلة لإلهاء الرأي العام وإشغاله عن مشاكل وجودية حقيقية خطيرة. لا، هي المشكلة حقيقية. نعم المشكلة معروفة، وتهريب العملة الدولار إلى الخارج وتحديدا إلى إيران وجهات أخرى، لكن في الدرجة الأولى إيران، مستمر منذ سنوات، والجهات الدولية والإقليمية على علم بذلك. يعني هي ما نامت بالليل وقعدت اليوم الصبح واكتشفت أن الدولار يهرب إلى إيران ويستخدم كوسيلة لدعم إيران في موضوع الحصار الاقتصادي. لا، القضية معروفة وواضحة، ولكن الآن بدأت تستخدم كورقة للضغط على هذه الحكومة على خلفية، على إيران تحديدا من خلال هذه الحكومة، على خلفية ما يجري خارج العراق من مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والأزمات الدولية والإقليمية اللي أشرنا لها سابقا. ولكن هناك محاولة استغلال من الحكومة لتضخيم هذا الحديث عن هذا الموضوع، وكأن مشكلة العراقيين هي فقط ارتفاع قيمة الدولار أمام الدينار العراقي، وليست أن هناك مشاكل بنيوية كبيرة في السياسة وفي الاقتصاد وفي الحياة العامة للعراقيين. فألهوا العراقيين، وطبيعي يلتهي العراقي وغير العراقي، لأنه هذا يتعلق بحياته اليومية، بعيشه، بكسبه، بأموره الحياتية الأساسية. ارتفاع الأسعار يعني يسبب اضطراب الأمور في كل بلد في العالم ويقيل الحكومات، وشفتوا الأوضاع يعني في فرنسا وبلد متقدم والمشكلة ماذا فعلت. ثم العالم الغربي الآن كله يعاني من مشاكل الطاقة وما إلى ذلك. فالإنسان عندما تصل القضية إلى لقمة الخبز طبيعي حين ذاك سينشغل بها إن لم يستطع أن يغير. فإذا هي أزمة حقيقية، وانكشفت البوغة كما يقولون لأن اختلفوا الحرامية تالي الليل، ولكن تستغل من أطراف أخرى لجانبين. الأمر الأول هو إلهاء العراقيين، والأمر الثاني محاولة إظهار محمد الشياع السوداني وحكومته بمظهر البطل أنه يستطيع أنه يحدد سعر البيع وسعر الشراء. طيب، حدد سعر بيع وحدد سعر شراء وخلى سقوف، لكن وقفت الحياة في بغداد الآن، ماكو تعامل الآن، ماكو لا بيع ولا شراء، وكلكم يعلم كل المعاملات الآن متوقفة لأنه لا يوجد دولار في السوق العراقي، ولا تستطيع جهة أن تتعامل بهذا الموضوع بسبب هذا الاضطراب الكبير. إذن الحياة الاقتصادية وقفت بسبب هذه الأزمة. نعم دكتور، أيضا من الأزمات المزمنة في النظام السياسي هو هذه العلاقة المتوترة والمتشنجة بين الحكومات في بغداد والإدارة في كردستان العراق. بعد 20 عاما من حكم الحلفاء الذين كانوا حلفاء استراتيجيين في أيام المعارضة وما بعد عام 2003، يسمع الرأي العام عن التوصل إلى حلول، يجب حل المشاكل بين كردستان وبين بغداد بعد عقدين من الزمن. لماذا هذه العلاقة المتوترة والمتشنجة؟ هل هذه العلاقة مردها إلى حرص حكومة بغداد على مصالح العراق وحرص الآخرين على يعني محافظات شمال العراق أم شيء آخر؟
أولا هذا دليل على أنه لا يوجد نجاح سياسي كما يروج لهذه الحكومة. إذا نعم. كانت الحكومة تختلف مع حليفها الأساسي نعم. أو فلنقل الأحزاب المشكلة لهذه الحكومة، الإطار التنسيقي تحديدا يختلف مع شركاء وحلفائه في الحكم قبل احتلال العراق وبعد احتلال العراق، شركاء قبل أن يستلموا الحكم وشركاء بعد احتلال العراق، وهم شركاء معه في إقرار وتنفيذ كل السياسات الظالمة التي تتعلق بالعراق سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وأمنيا. والتحالف هذا يختل أحيانا ويحدث صراع بينهم، ولكن في النتيجة في الغالب أن هذا التحالف القائم على أساس التوافق والمحاصصة الطائفية والعرقية هو سبب المشكلة في العراق، وأن القوى الموجودة في الإطار التنسيقي إذا تخليها بين قوسين تجوزا القوى الشيعية والقوى الكردية الحزبين تحديدا هي أساس المشكلة في هذا البلد، وإلا جماعة ما يسمون بالعرب السنة هؤلاء ملحق، لا شرعية لهم ولا مشروعية لهم، هم فقط استخدموا كمحللين لهذه العلاقة غير الشرعية في العملية السياسية. فإذا هذا الخلاف يدلل على أولا هناك أزمة في النظام السياسي، ويدلل أيضا على أن الشريك في بغداد تحديدا الآن يمثله الإطار التنسيقي لا يفي بوعوده لحلفائه، وأنه قد استولى على الحكم في العراق ويريد أن يبعد الآخرين أو يطبق عليهم السياسات التي يريدها هو، وهذا يضرب سياسة التوافق على الأقل بين هذين الطرفين بالصميم، ويوصل رسائل كثيرة إلى أن هؤلاء لا يؤتمنون، هؤلاء حلفاء لا يمكن الثقة بهم، ومع ذلك سلمت لهم رقاب العراقيين على مدى هذه السنوات الطويلة. ولذلك كلما ينتهزون فرصة للتضييق على كردستان يستخدمونها، لا يعني هذا بأنه الأمور في الجانب الآخر بيضاء وسليمة وما فيها غبش وغيره، لا، نتحدث الآن عن طبيعة التوجهات المغذات للأسف أحيانا بأبعاد طائفية تبدر من لسان هذا النائب أو ذلك النائب ويحاول رؤساء الكتل التغطية عليها. هذه سياسات أنا أنقلها الآن، فيما لو فرضا دعاة الإقليم، نعود إلى دعاة الإقليم، أسسوا إقليما عربيا سنيا كما يطالبون، وهذا يعني دونه خرط القتات كما يقولون، إذا كان هؤلاء يتعاملون مع حلفائهم الكرد بهذه الطريقة فكيف يتعاونون مع هذا الإقليم الخيالي المفترض؟ إذن هي أزمة في صلب هذا النظام السياسي تولد أزمات أخرى. نعم. وقد تصل إلى ووصلت قبل سنوات عندما أعلن مسعود البرزاني عن موضوع الاستفتاء، وصلت إلى حد استخدام القوة المسلحة واسترداد أراضي من حكومة كردستان وإعادة بناء يعني الخريطة من جديد على وفق المناطق المتنازع عليها. ولا تنسى هذا هدف مهم أيضا للأهداف التي تصارع عليها الطرفان. وعلى ذكر أزمة النظام دكتور، هناك أيضا من المراقبين من يذهب إلى أن حكومة السوداني الحقيقة هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ العملية السياسية من أزمتها المزمنة والمستدامة بسبب الكوارث القاتلة التي تسببت بها لها وللعراق بعد عام 2003. فعلا حكومة السوداني هي الفرصة الأخيرة للإنقاذ؟ يا هاي متحدثنا أظن عنه في النصف الأول بالبرنامج، هؤلاء المطبلون، هؤلاء الذين يحلمون، هؤلاء الذين يتمنون، هؤلاء الذين ينظرون إلى الأمور بالكلام المعسول والوعود فضلا عن أصحاب المصالح وغيرهم. أقوم برد جوقات مو جوقة واحدة بعد اختيار السوداني لتلميع صورته، لو كان من الطرف فلنقل الإطار أو من طرف أطراف أخرى لقبلنا هذا الأمر، ولكن أطراف ممن يسمون أنفسهم المتضررين الأصليين من السياسات السابقة للنظام السياسي انبرت لتلميع هذه الصورة وكأنه محمد الشيعة السوداني السوبرمان الذي سيخلص العراق من كل أزماته. هذا طبعا أنا أتكلم أيضا كما قلت في إطار البعد عن الكلام عن النيات، ولكن هناك جيوش الآن كما استخدم المالكي جيوش إلكترونية، الآن تستخدم جيوش على حجم آخر وبطريقة أخرى من المتملقين أو المدافعين. خليني أسألك دكتور خاف من زاوية أخرى، الحقيقة وكأنه من يقول أن السوداني هو حكومة السوداني هو الفرصة الأخيرة للعملية السياسية،
وكأن القائل بهذا العملية السياسية إذا لم ترعوي وتعيد النظر قواها في سلوكياتها فهذه آخر فرصة تعطى لكم، وإلا فأنتم ستذهبون أو ستذهب العملية السياسية يعني أدراج الرياح. أو يعني هذا الذي يتحدث عمن؟ من الذي يقول أنه هذه الفرصة الأخيرة لكم إذا لم تستثمروها فإنه العملية السياسية تذهب أدراج الرياح؟ من هذه الجهة المتحدثة؟ من يتحدث بهذا اللسان؟ من لديه القدرة على ذلك؟ المفروض نعرف يعني من يقصد، إيران أو أمريكا؟ طبعا هذا مو لسان حال إيران ولا لسان مقالة، كأنه هذا لسان حال الخائفين على العملية السياسية، المحبين طيب للعملية السياسية. طيب من هم اللي يخافون على العملية السياسية؟ دوليا وإقليميا وعربيا. ما سمعنا أن أحد قال هذه الفرصة الأخيرة وغيره وكذا، لا، إذا ككلام في الإعلام في وسائل التواصل الاجتماعي هذا موجود، لكن كخطاب رسمي كخطاب سياسي لجهة ما تقول بأن حكومة السودان هي الفرصة الأخيرة، لا. الحديث الآن يجري عن أن حكومة السودان فرصة ذهبية، فرصة مهمة، فرصة 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 وهكذا، وإلا راح ندخل أزمة جديدة وينشال السوداني بعد أن يثبت فشلوا ثم يبحثون عن شخصية أخرى، ندخل في دورة أخرى من هذه الدورات. أما أن بعضهم يقول بأن هناك متغيرات في الساحة الدولية والإقليمية ونعتقد ونرى بأن هذه الحكومة هي الحكومة الأخيرة إن أحسنت أو أساءت، فممكن يكون له هذا وجهة نظر أنه بناء على قراءة لما تمر به المنطقة العالم عموما والمنطقة وعلى تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني يفترض بأنه قد تقدم الإدارة الأمريكية على تغيير ما في العراق، لكن ما هو هذا التغيير؟ ما هو شكله؟ ما هو حجمه؟ من أين ستأتي به؟ من داخل العملية السياسية؟ من خارج العملية السياسية؟ تغير قواعد اللعب؟ تشكل قواعد جديدة؟ أين إيران ستكون في هذا الموضوع؟ هل ستترك أمريكا تعمل بهذه الصورة أم لا؟ كل هذه الأمور عليها علامات استفهام كبيرة جدا على من يتحدث بهذه الطريقة يجيب عنها. نعم دكتور، الآن أكملنا المشهد العراقي ونتحدث عن قضية الزلزال، هذا الزلزال المدمر الذي أودى لحد الآن ب 45,000 من القتلى ومئات الآلاف أيضا من المصابين في تركيا وفي سوريا، ما الذي يمكن أن يقال لشعبي تركيا وسوريا وخاصة المتأثرين في هذه المدن المنكوبة؟ الحقيقة الزلزال كان فاجعة كبيرة، وطبعا هيئة علماء المسلمين أطلقت حملة إغاثية مؤازرة ومناصرة ومتضامنة مع هذه المناطق مع أيضا منظمات عربية وإسلامية، ما الذي يمكن أن يقال؟ وهذه الحملة كيف أطلقتموها دشنتموها؟ حقيقة يعني تعجز الكلمات. نعم، احنا كنا في لقاء على الزوم قبل أيام مع عدد من علماء الأمة وعدد من أبناء الداخل الشمال السوري، وتحدثنا عن هذا الموضوع، وقلت لهم وأقول مرة ثانية أمام كارثة تتوقف فيها الكلمات، يصعب علينا إخراج العبارات المعبرة عما يعتمل في القلوب وفي النفوس من ألم ومن تضامن مع أبناء الشعبين التركي والسوري. حقيقة ما جرى كارثة بكل المقاييس وآثارها ستمتد طويلة لسنوات، وهي ألقت بأعباء على تركيا وعلى سوريا وتحديدا على الشمال السوري المحرر، وفاقمت الأزمات الموجودة أصلا، هناك أزمات كبيرة جدا ولا سيما في شمال سوريا، الآن تفاقمت هذه الأزمات، المشاهد التي رأيناها لمدى الدمار، إخواننا الذين ذهبوا وعاينوا الوقائع على الأرض يتحدثون عن يعني صورة أخرى غير الصورة، رغم أنه الإعلام لم يقصر، الإعلام العالمي والعربي والمحلي، ولكن الصورة أكبر، من يرى المصيبة على الأرض يعني يستصعب أنه تعاد الحياة إلى هذه المدن في خلال سنة أو سنتين أو ثلاثة وأكثر. سيبقى الاقتصاد التركي على سبيل المثال، الوضع التركي، وتبقى الحالة في سوريا تعاني من كارثة هذا الزلزال على مدى سنوات طويلة جدا، خصوصا أنها كارثة لم يسبق لها، يعني كما قال الأتراك منذ الثلاثينات هذا أكبر حالة زلزال في تركيا والمنطقة. فحقيقة الموضوع كبير جدا، وهذا يستدعي طبعا كما قلنا في بياننا الأول التضامن مع الشعب التركي والسوري، وفي بياننا الثاني لمناشدة الأمة لمساعدة أبناء الشمال السوري يقتضي التضامن والتكافل والتعاون والقيام، كل يقوم بواجبه الذي يستطيعه. نحن في الهيئة لدينا مشاكلنا الكثيرة في العراق ولا سيما في المجال الإغاثي، لا نستطيع أن نغطي الحالة في العراق ما بالك في حالات أخرى، ولكن الواجب الشرعي والواجب الإنساني والواجب
الأخوي يقضي علينا بأن نقوم ما نقوم به. فبادرت الهيئة بحملة سريعة بالتعاون مع إحدى المنظمات التركية المعروفة لتقديم المساعدة الممكنة في جنوب تركيا، وتحديدا في يعني مدينة هاتاي في جنوب تركيا، وقد وصلت ونشرت في وسائل إعلام الهيئة ونشرت عندكم في الرافدين وغيرها، ولقت والحمد لله استحسانا كبيرا من جهات تركية كثيرة تواصلت معنا بعد ذلك، ونحن نتواصل معهم، وهناك إن شاء الله جهود أخرى للتعاون مع السلطات التركية أو مع المنظمات الشعبية للقيام بما يمكن القيام به عند الحاجة. أما بالنسبة للشمال السوري فقد تعاوننا مع أحد الجمعيات الخيرية وأرسلنا مساعدة عاجلة وصلت والحمد لله إلى شمال سوريا ووصلت إلى مستحقيها، وتعاوننا أيضا مع أحد الجمعيات في أحد الهيئات الإسلامية وسلمناهم دعم، أيضا كنا واسطة لمن يريد أن يقدم الدعم من إخواننا ومحبينا ومؤازرينا ومتابعينا وغيرهم من يريد أن يتبرع، نحن على استعداد لإيصاله. أوصلنا أيضا جزءا من هذا الشيء لإحدى هذه الجمعيات، والآن نحن نقوم بحملة كبيرة جدا لجمع التبرعات من أعضاء الهيئة وأنصارها ومؤازريها ومن كل من يريد أن يقدم، وأنا أنتهز هذه الفرصة من شاشة قناة الرافدين وأدعو جميع من لديه القدرة للتواصل مع الهيئة من أجل إنجاز هذه الحملة. الحمد لله استجابة كبيرة جدا وتم جمع مبلغ كبير، ونتمنى أن يتضاعف هذا المبلغ للقيام بحملة كبيرة جدا إلى الشمال السوري تدخل فيها الفرق الإغاثية، ولا بأس أن يدخل أيضا بعض الإخوة من العلماء والمشايخ لإظهار المساندة والدعم لإخوانهم في شمال سوريا. ونستهدف في هذه المرحلة ومراحل أخرى أن يكون هناك دعم مستمر، بمعنى إنجاز أشياء مادية حسية للأرض، وليست المساعدة العاجلة الطارئة من الفروش والأغطية والمأكولات، وإنما محاولة المساعدة. لا نستطيع أن نقوم بجهد، لكن نساعد أقل الواجب في توطين النازحين، لأنهم أصبحوا عبئا على إخوانهم اللي يسكنون أساسا في بيوت صغيرة في شمال سوريا. فممكن أن تنشئ بعض البيوت المؤقتة الجاهزة، ممكن أن نساهم، وهذا ممكن يعلن عنه أيضا في مشروع خاص. نعم. المهم الحملة منذ أسبوع وقد تستمر لأيام أخرى، ونتمنى من قناة الرافدين أن تواكبنا في هذا المجال للقيام، أقول بأقل الواجب تجاه إخواننا في تركيا وفي سوريا. في الجزء الأخير من الحلقة يا دكتور، منذ عدة أيام تجري أعمال أسبوع القدس العالمي لنصرة القدس، ما الذي يمثله هذا الأسبوع؟ كيف ينظر؟ وخاصة هناك من يربط أو كأنه رد على موجة تطبيع رسمي مع الاحتلال في فلسطين المحتلة. أولا هذا الموضوع طرح قبل 3 سنوات في اجتماعات اللجنة التنسيقية بين الهيئات والروابط الإسلامية في تركيا، والهيئة مشاركة فيها وبجزء يعني وهي فعالة في هذه المشاركة وداعمة لكل ما يتم الاتفاق عليه. وقد أثمرت هذه الهيئة التنسيقية عن جهود كبيرة جدا معنوية وحسية، ومنها اقترحت فكرة إقامة أسبوع عالمي ليوم للقدس، أقولها حقيقة للقيام بواجب القدس، وأيضا للرد على محاولات النظام الإيراني سرقة القضية الفلسطينية من خلال إقامته يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان. فكان هناك رأي طرح داخل هذا الاجتماع وتم تبني هذا الرأي، ودعمت الهيئة هذا الرأي بقوة وأعلنت استعدادها للقيام بما ينبغي القيام به. وهكذا نحن الآن في السنة الثالثة من هذا الأسبوع، أول العام كانت السنة الأولى والعام السنة الثانية، وهذه السنة الثالثة، والحمد لله النشاطات تزداد سنة بعد سنة والنجاح يكبر. أشكرك. والحالة تتوسع، فهو قيام منا بواجب نصرة فلسطين أيضا، والوقوف أمام حالات التطبيع أو محاولات سرقة القضية الفلسطينية. شكرا. في ختام هذه الحلقة الخاصة من برنامج طاولة حوار، والتي استضفنا فيها الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول قسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، ومحاورته عن الأوضاع في العراق، وكذلك تطرقنا إلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، وأيضا ناقشنا أسبوع وأهمية أسبوع القدس العالمي. إلى أن نلتقي في الحلقات القادمة في أمان الله.